فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحد المكاتب الخيرية وضعت لوحة دعائية كبيرة كتب فيها هذه العبارة: بدعمكم نستمر. فقيل لهم: لو كتبتم بفضل الله ثم بدعمكم نستمر لكان أولى. يقول: فهل ما قلته لهم صحيح، أو أن هذه العبارة؟ نعم صحيح، يقولون بالله ثم بدعمكم. طيب نعم فضيلة الشيخ، المشكلة إذا مكتب دعوة الآن ويجيب مثل هذه العبارات. نعم